انا احباب نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. المعاناه ديال المغاربه ديال ايطاليا ما تتساليش مع القنصليه، دائما الازدحام، دائما الفوضى، دائما الصداع، وغالبا ما تدخل يعني الشرطه الايطاليه باش تفض هاد النزاعات هادي. وهادشي راه شفناه بزاف ديال المرات مثلا في القنصليه ديال تورينو اللي يعني اللي داخل تحت من التراب ديالها يعني البيمونتي وكذلك ليغوريا فاليدا اوستا، يعني واحد اعداد هائله ديال المهاجرين كلهم تيمشيو لهاد القنصليه هذه مثلا ديال تورينو مثلا، وكذلك بالنسبه لجميع يعني القنصليات الاخرى اللي كاينه في ايطاليا في ميلانو في روما مثلا وفي بولونيا اللي وقع فيها واحد الصداع مؤخرا الجمعه الفائته، كان فيها واحد الصداع. وهادشي راجع كما قلت لكم الاكتضاد ديال الناس، كانوا بزاف ديال عباد الله يعني اللي مشاو باش يصيبوا الاغراض ديالهم اللي على الباسبور اللي على الكارطة، المهم على الحاله المدنيه، مهم كان الاكتضاد بزاف. واللي زاد يعني عمق الازمه اكثر هو انه يعني اللي شفت انا يمكن تقريت في واحد في الجريده انه يعني كانوا شي شبان يعني ما احترموش يعني الصف ديالهم، تنقولوا ما شدوش الصف مع عباد الله وهجموا ومشاو باش يقضيو الاغراض ديالهم هما الاولين. يعني الفوضى اخوتي دائما تتسبب دائما تتكون سبب في المشاكل، وناضوا وتجاوزوا شي عيالات اللي كانوا مع الابناء ديالهم يعني وبغاو يعني يقضيو الاغراض ديالهم هما الاولين. كما تعرفوا هذا المشكل راه كبير اخوتي، تنشوفوا انا ماشي غير في القنصليات، راه تنشوفوا حتى في المطار في الميناء مثلا، الانسان غادي يشد الطياره ولا الانسان غادي يشد الباطو هنا، راه تنشوف يعني الاغلبيه الا من رحم ربي اللي تيشدوا الصف، الاغلبيه تيبغي يدوز هو الاول يقضي الغرض ديالو هو الاول ينزل من مثلا من الطياره ولا من الباطو خصو يجري هو الاول يطبع. يعني واحد الفوضى وهذا الشيء بصراحه راه تنقولوا يعني واحد الفئه كبيره يعني بصراحه ما تتحترمش الدور ديالها. المهم هادشي راه شفناه بزاف ديال المرات للاسف. المهم في بولونيا كما قلت لكم يعني هاد الشبان هادو ما شدوش الصف ديالهم، وتسبوا كذلك انهم واحد الدري رضيع ديال 6 اشهر طاح من الكروسه ديال الام ديالو. المهم ودخلت الشرطه باش دير لنا حنا الصف دائما، حنا خصنا دائما يجيو البوليس ولا يجي شي واحد هو اللي يدير لنا الصف ويدير لنا، ما نقدروش نشدوا حنا الصف ريوسنا بلا ما يجي حتى شي واحد يتدخل في هذه المسائل هذه. المهم كما قلت لكم المنطقه ديال البولونيا راه فيها حتى هي اعداد كبيره ديال عباد الله اللي تيجيو يعني باش يقضيو الاغراض ديالهم في هذه القنصليه. للاسف يعني تيكون الاكتضاد. وكاين واحد المشكل اخر حتى ان القنصليات يعني هذاك الارقام الهاتفيه اللي كاينين عندهم راه الانسان تيحاول يتصل بهم يعني راه ما تيجاوبوش، تبقى عيط الانسان ما تيجاوبوش، وهذا راه مشكل حتى هو كبير. المهم اللي كاين هو انه القنصليه ديال بولونيا اعلنت على انها يعني غادي تخصص نهار 29 ماي يعني المدينه ديال جيسي، وغادي تشمل الخدمات يعني ديال الباسبور البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية ومصلحة ديال الحالة المدنية كذلك والشواهد الإدارية، وهادشي بالتنسيق مع الفيدرالية الإسلامية ديال منطقة ماركي. الحل ديال هاد الاكتضاد هذا لا في تورينو ولا في بولونيا ولا في أي منطقة من المناطق ديال إيطاليا هو أنه يعني داروا يعني ملحقات، داروا ملحقات تابعة لهاد القنصليات مثلا بحال بجينوفا تكون فيها ملحق مثلا تابع للقنصلية، كذلك بولونيا حتى هي تكون فيها ملحقة أخرى يعني في المناطق اللي بعيدة شي شوية، يعني باش يخف الاكتضاد تاع هذوك الناس يعني حتى الناس اللي خدامين حتى هما في هاد الإدارات هادو، يعني راه واخا هما خدامين ولكن راه الناس بزاف كاين بزاف ديال عباد الله، وهادشي راه ضروري تيخلق يعني صداع خصوصا ما تيكونوا شي وحدين ديالنا خوتنا اللي ما تيحترموش هما الصف وما تيشدوا الصف مع عباد الله، راه تيوقع هاد المشاكل. نتمنوا ان القنصليه يعني تفكر في هاد المساله هادي، انه يتوجدوا يعني قنصليات او ملحقات تابعه للقنصليات للتخفيف من هاد الازمه ديال الاكتضاد اللي تتعرفها هاد القنصليات. كل شيء خوتي شاف داك الفيديو ديال داك الشاب اللي اعترض الطريق ديال التراموي كيمشو ورياح شعل كارو وجاب لي صاحبو تا هو كذلك قهوه وريح مع راسو باش يشرب قهوه وحابس التراموي، يعني كل شيء يعني ما وافقش على هذه المساله هذه، كل شيء بانت لي انها بسالات هذه، شنو هاد بسالات هذه، ولكن راه الشاب كان دار في واحد التدوينه منسوبه اليه. المهم هذا العمل اللي قام به هو انه بغى يوصل واحد الرساله للشباب المغربي خاصه والشباب العربي عامه، انه راه بالامكان ديالهم يوقف
تعرفوا اي حاجه كما تعرفوا الشباب حاليا العربي كامل يعني راه تعاني من التهميش، يعني من البطاله، يعني بزاف يعني عنده بزاف ديال المشاكل. المهم هذه هي الفكره ديالو، هو انه بغى يعبر يعني، ولكن غادي تكلفوا يعني التعبير ديالو غادي يكلفوا غالي شويه، لانه تم القبض عليه من طرف الشرطه، وبطبيعه الحال يعني غادي يخلص التعبير ديالو غالي. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو هذا، نتلاقى معكم اخوتي في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.